العيب ليس في عراقنا، هذا ما يجب الاتفاق عليه. بلد يمتلك من الخيرات والثروات والإمكانيات والطاقات البشرية ما لا تمتلكه سائر بلدان العالم، ويعاني من أزمات الواحدة تلو الأخرى يؤكد أن الخلل في الإدارة، وهذا ما يحدث بالفعل. فجميع من يتولى المسؤولية متهم بالتقصير وإلحاق الضرر بوحدة الأرض ونسيجها الاجتماعي. إبقاء العراق موحد أو تقسيمه إلى أقليم ليس حلاً سحرياً للمشاكل التي نعاني منها، بل الحل يكمن في إدارة سياسية قادرة على تنفيذ الكلام وتحويله من الورق إلى الواقع. في حلقة اليوم من برنامج أغلبية صامتة سوف نناقش هل العراق يحتاج بالفعل إلى تقسيم وإعلان كل محافظة إقليم لإنهاء المعاناة؟ اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. نوه بداية الحلقة بامكانكم المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بالتعليق على عنوان الحلقة بارسال آراءكم ومقترحاتكم والصور ومقاطع الفيديو من خلال الرسائل الخاصة، وايضا بامكانكم التعليق عبر تويتر او بمشاهدة البث المباشر عبر صفحة أغلبية صامتة وايضا صفحة تلفزيون الشرقية وبالاتصال عبر الارقام الظاهرة اسفل الشاشة. بالحديث عن ما كما نسلط الضوء في كل حلقة وما تعاني المحافظات العراقية بصورة عامة من واقع متردي ومشاكل هواية، إذا كان بالوضع الداخلي للمحافظة أو بما يخص الواقع الخدمي للمحافظات العراقية، محاولات متكررة ودعوات بإنشاء وتأسيس إقليم البصرة اللي ناقشنا بالحلقات الماضية ما بين مؤيد وما بين رافض لفكرة الأقاليم أو بما يعدها المواطن العراقي بتقسيم العراق. فاليوم المواطن وجد بأن خيار الأقليم هو الخيار الأفضل للتمتع به أيضا الاستفادة من خيرات المحافظة، على أمل بأن من يتولى إدارة هذه المحافظة وجوه جديدة وشخصيات بأنه يقدر يتحكم بها المواطن من خلال أو ينتخبها المواطن من خلال انتخابات نزيه. القسم الآخر الرافض لفكرة الإقليم يؤكد على وحدة العراق وعلى أيضا الإدارة الواحدة للبلد دون التقسيم ودون أضعاف البلد، لأنه فكرة الإقليم أو تأسيس الإقليم هو مو الخروج من المشكلة أو حل الأزمة اللي تعاني أو اللي يعاني منها البلد أو محافظة البصرة أو أي محافظة عراقية أخرى. بعد محافظة البصرة وبعد ما أعلن أيضا مجلس محافظة البصرة في يوم ايضا في هذا العام قبل ايام ذكر بانه ايضا المضي قدما بانشاء اقليم البصره من الناحيه القانونيه، خصوصا بانه اقليم بثالث اكبر محافظه وايضا ما يقارب تبلغ عدد نسبتها ما يقارب 4 ملايين نسمه وبخزين نفطي ايضا كبير وباصدار ما يقارب 4 ملايين برميل يوميا وبموقعها وامتيازاتها مؤهله بانه بتأسيس أو بتشكيل الإقليم. بعد البصرة أيضا يعني ذي قار والمواطن يشوف بأنه مسمى إقليم الجنوب، ولكن بالأول وبالأخير هو القرار للمواطن العراقي ووجهة نظره مما يجري اليوم ما بين ذي قار وما بين البصرة، ومطالبات أيضا من المواطنين بأنه يقول لك يا ريت لا تنضم ويانا ميسان لو العمارة حتى نشكل المساحة الأكبر، وأيضا لما يطمح إلى المواطن العراقي إلى الأفضل، والبعض الآخر يرى بما هو العكس. نأخذ اتصال أبو محمد من صلاح الدين. مساء الخير. ألو. مساء الخير أبو محمد. ألو. السلام عليكم. أصل صوت التلفزيون أبو محمد تعال الهواء مباشرة. نعم السلام عليكم. تحياتنا لك. الو نعم. وصل لي صوت التلفزيون ابو محمد، اسمعني عن طريق الهاتف. نعم نعم اسمعك عن طريق الهاتف. تحياتنا لك. هلا بيك. انا يعني المشكله مو بالاقليم. نعم.
ما راح يتغير شيء من الواقع اذا صارت البصره اقليم او صلاح الدين او اي محافظه اخرى. نعم. المشكله في مجالس المحافظات هي بؤر الفساد بالعراق في المحافظات. طيب. يعني حقيقه هي مو مجالس خدميه وبقدر ما هي مجالس لتقاسم الارباح والغنائم. يعني هذا نعم. اللي شايف البصره اذا صارت مملكه او صارت اقليم او شو تصير فهي نفس الشيء، نفس الوجوه راح تحكمها. طيب. ونفس الفساد ما راح يتغير شيء. اليوم ده نشوف بانه فكره الاقليم، اليوم المواطن الجنوبي اذا كان في ذي قار واذا كان في البصره انظاره على اقليم كردستان بانه يقول لك بانه انا اريد اطمح بانه اكون مثل الاقليم بل افضل من ناحيه العمران، من الناحيه الخدميه، من ناحيه ايضا يعني جميع الامتيازات التي يتمتع بها الاقليم، تعتقد بان حتى وان نجح المواطن البصري او المواطن في محافظة ذي قار بتأسيس أو بتشكيل الإقليم، هل سيكون أفضل من إقليم كردستان أو يضاهيه من الواقع من ناحية الواقع على سبيل المثال؟ ما يعني حتى لو أصبح إقليم ما نعم. راح يصير مثل إقليم كردستان نعم. حقيقة، لأنه ما راح يتغير، هي نفس الوجوه اللي تدعي بالإقليم راح يصير هم على الإقليم ومسؤولين وراح يحكموا الإقليم، هم صاروا لهم 16 14 سنة ثروات البصرة كلها بديهم. نعم. يعني وين صارت اللعبه؟ شو اللي بنوه؟ يعني خلي راجعون نفسهم، هم اعضاء مجلس المحافظه والمحافظه، شو اللي قدموه لاهل البصره خلال 13 سنه يعني؟ نعم. ما قدموا شيء، يعني راح يستلمون ميزانيه البصره ويستلمون نفط البصره، ما تبقى شيء، راح ينم تقاسم الغنائم، ما اعتقد يعني انا راح يتغير هالشيء من الواقع العراق المريض، حال الموصل، حال اي محافظه اخرى، لان حتى اذا ما يتعالج الفساد وينطلع من جذوره وتبدي من اصغر وحده اداريه الى راس الهرم ما راح يصير حل للعراق ابدا. طيب. لا يضر. اليوم برايك اليوم المطالبه بتاسيس او باعلان او بتشكيل الاقليم اذا كان في البصره او في ذي قار او انضمت الى بعض المحافظات العراقيه، هل يعكس ضعف الحكومه المركزيه او الاداره المركزيه ان صح التعبير؟ والله استاذ هي الحكومه المركزيه اساسا حكومه نعم. ضعيفه يعني من البدايه، يعني الحكومه نعم. المركزيه راح يفكر المواقف الخارجيه، المواقف نعم. الداخليه. يعني لو كانت حكومه احنا عندنا قويه وحكومه تلبي رغبات الشعب من ذاك التاريخ العام ما وصلنا الى هذا الحال اللي هسه خلف شعبنا مهجر وناس اراضي، الحمد لله ما بقت اراضي محتله من قبل داعش، بس لكن اراضي مدن مدمره وناس نعم. مشرده وناس يعني عايشه على التسول وناس عايشه على المساعدات الانسانيه بالضبط. يعني هذا كله سبب هو ضعف الحكومة أول نعم. وثاني. وضحت الصورة أبو محمد، تحياتنا لك ولأهالي صلاح الدين ونشكر مشاركتك واتصالك. عندنا اتصال آخر. نعم، أيضا مشاهدينا يعني بما يخص الوضع العام بمناطق الجنوبية وأيضا في عموم المحافظات العراقية وما تعاني هذه المحافظات، بدءا يعني قبل ما ننتقل إلى رأي المواطن في محافظة ذي قار، خلينا نشوف رأي المواطن في محافظة البصرة بما يخص المضي قدما بتشكيل بتأسيس الإقليم أو بتشكيله أو بإعلانه، هل هو مع أم ضد؟ شنو اللي دفع إلى المواطن؟ شنو اللي يطمح إلى؟ خلونا نتابع هذه اللقاءات أيضا يعني للزميل أيمن الشيخ من محافظة البصرة فلنتابع. ضد الإقليم يعني 100% ضد الإقليم، بلدي واحد ما اريده كله، اريده بقياده واحده، بامره واحده، شعب واحد، امه واحده. ما اريده يتفسخ، كنزاهه وناس جديرين بالاقليم زين راح تنهض وتنهض احسن من اقليم كردستان او اقليم خوزستان او اقليم اقاليم هوايه زين راح تنهض، لانه البصره منبع الواردات اللي موجوده، واردات النفط، واردات الحدود، واردات مثل الجمارك، واردات المرور، كل وارداتها تجي وين؟ للبصره. زين فاذا لزمها انسان من اهل البصره وخايف على شعبه وخايف على ناسه جدير يوصل بها. خدمه ماكو، شوارع تعبانه، يجيبون لي فلوس بالنانه يصرفوني، اتعرف شو يسوون بيها؟ وش اقول لك؟ الامور تعبانه يعني لازم اقليم، احنا بدنا بالاقليم والله. على واخ يسوون اقليم يلا. على واخ يسوون اقليم على الاقل بحد عاد معزولين عن المحافظات.
الناصري مولد يسوون الاقليم الناصري ولا يصير محافظه الناصريه والعماره والبصره خي يسوون اقليم يلا علوه خي يفيدونا شنو مستفادين؟ ان صار اقليم وان صار ما اقليم كل شيء ماكو شلع شنو يسوون له؟ صار لهم كم سنه يحكمون؟ كم سنه؟ اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وكما تابعنا الاستطلاع من محافظة البصرة، والمواطن ايضا يعني ما بين مع وايضا بالضبط من انشاء الاقليم، ولكن ايضا يعني ما زال حلم الاستقرار وحلم ان ينعم المواطن بخيرات محافظته وان يكون الواقع او البنى التحتية افضل مما يعيشه الى اليوم، ما زال مستمر إذا كان بإشاء أو بإعلان الإقليم أو من غيره. هناك حقوق وهناك مطالبات يطمح المواطن بأن الحكومة المركزية تقدم لها إلا، وبالتالي يقول لك بأنه أنا ما عندي خيار، بأنه على أمل بأنه يتغير واقعنا واقع محافظتنا اللي هو بمسمى الإقليم، إقليم البصرة أو إقليم الجنوب أو أين كانت التسمية. أبو عثمان من السليمانية مساء الخير. أبو عبد الرحمن عفوا. السلام عليكم. حبيب. عليكم السلام. حبيبي ترى ما نام نفس الوجوه، كل شيء ما يتغير. نعم. لا اقليم ولا فدراليه ولا غير شيء. نعم. هذول حبيبي مثل الحراميه مال باب الشرديب، وقتها يشوفوك شكل ويبيعوا لك شكل. زين. عباره عن قفاصه لا اكثر ولا اقل. طيب. وربك الخالق. ابو عبد الرحمن. يعني انت لخصتنا الموضوع ب طريقة بسيطة، كل مواطن كل فئات المجتمع بأنه راح تفتهمها. إيه. زين. هاي وجهة نظرك بالتأكيد يعني. أبو عبد الرحمن، يعني من الشيء الجميل بأنه المواطن إذا يطمح للأفضل، إذا يشوف بأنه غير منطقة متقدمة هو إذا يعجز بأنه يواكب أي مدينة. شنو فائدة للطموح؟ شنو فائدة للطموح إذا أنت ما تقدر تسوي شيء؟ زين. وإذا أمرك بيت ناس كل همهم مش قد يبوقون وشلون يبوقون. نعم. ماكو لا خطط خمسية، لا خطط عشرية، لا خطط خمسينية، لا يعني العالم كله عنده خطط إلا إحنا. زين. تعتقد بأن يعني اليوم شنو يعني هسه أبسط شيء هاي لهاي مال المي. نعم. يعني دجلة فايضة والفرات فارغة. إحنا يصير يعني العالم منا ميتة غرقانة ومنا عطشانة. نعم. مو مؤقفة يعني محاولات جلدنا مناشدات إنه يحاولون المي تسلى على الرزازة وغير الرزازة. نعم. مو صحيح اخي، العالم همها بس تبوق، كل شيء ما يفتهمون ربك الخالق. يعني مثل شخص ما يعرف يسوق سايبه وخالين بيده تريله، وين راح يوديها هاي؟ طيب ابو عبد الرحمن تسمعني. اليوم مشاكل هوايه ما نقدر نلخصها لا بدقيقه ولا بدقيقتين ولا حلقه ولا مشاكل هوايه. المواطن يريد حل، يريد حل، يعني تعب 16 سنه او اكثر من هاي، تعب بين ما بين نازح ما بين الحل. شنو الحل؟ اقول لك الحل شنو باختصار. نعم. انه الشعب يروح على المنطقه الخضراء ويذهب هذول السياسيين كلهم بالشط. زين. ناس خيره اليوم تحكم شلون اسلوب الموصل اليوم بموضوع هذا ابو عبد الرحمن اذا سمحت ابو الموصل. نعم. هذا ابو عبد الرحمن اليوم المواطن البصري البنديقار وكل مواطن عراقي يطمح للافضل، وبما يتلائم وما يغير محافظته بانه مهما كانت التسميه، بانه المواطن يقول لك انا اريد اليوم خدمات، اريد تغير واقع، اريد تعيين، اريد فرصه عمل، اريد متطلباته هوايه. برايك هل الاقليم سيحقق طموح المواطن اذا كان في ذي قار واذا كان في البصره؟ ما يفيد اخي، ما دام الطبقه السياسيه هي اللي تحكم نفس الوجوه فما يفيد. نعم. تحياتنا لك ابو عبد الرحمن من السليمانيه، ونشكر مشاركتك واتصالك. صباح من السليمانية مساء الخير. صباح. السلام عليكم. أنا مو أبو عبد الرحمن، عايش الصباح وياك. صباح يعني. صباح نعم، إذا يمكن قاعد تسمعني عن طريق التلفزيون، اسمعني عن طريق الهاتف. سمعتك عن طريق الهاتف، شفت أحشياك هسه حاليا، مو أبو عبد الرحمن، شفت وياك أخي. نعم. حضرتك صباح؟ اي مو ابو عبد الرحمن، يعني القبله نفسه، يعني انا شفت نفسه صباح من ثمانيه. نعم. تحت سياج. نعم. تفضل. هاي نفس الاراء اللي قلت
حسيت وياك من بالنسبه نعم. للاقاليم وهذا ما يخدم الشعب العراقي بصوره واضحه لان عدد مواطن يحكمون علينا بالبرلمان، ليش ما يشتغلون كل واحد محافظته و... نعم يجي شيء يجي يحقق المكسب العراقي او المواطن العراقي كل واحد محافظته، ليش مو عندنا نواب؟ ليش ندافعون عن طيب. محافظته ويصير فشل يعني لو ما يقدروا على هذول الفساد يعني يشوف الفساد بمواطن الى القمه نعم ما يسوون فشيء يريح الشعب العراقي من هذا الفساد بصوره عامه. نعم. اخ صباح اليوم احد المواطنين ياسين يقول بانه حتى لو تشكلت الاقاليم ما راح يتغير شيء بل ستزداد السرقات ونفوذ وهيمنه الاحزاب. صحيح نفس الشيء يعني ما مدى يغير من الواقع العراقي. نعم. مدى يوقف مدى يخلي لا يقدم ولا ياخر. طيب نقدر نسميه بانه حل خاطئ؟ انا اقول لك في شيء خاطئ 100% لان اللي مسيطر على العراقيين الاحزاب فقط. نعم. اخ صباح السليمانيه تحياتنا لك ونشكر مشاركتك واتصالك ونعتذر منك لضيق الوقت. مستمرين ايضا بحلقتنا وايضا ابو محمد من بغداد. مساء الخير ابو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ابو محمد. شلونك عين استاذ عمار؟ تحياتنا لك. الله يخليك حبيب قلبي. احييك وحيي البرنامج وحيي الكادر الشرقيه. نشكرك ونشكرك. وربي يستر عليكم ويحفظكم. يحفظ الجميع ان شاء الله. استاذ عمر يرحم والديك اطلب من امانه بغداد. نعم. وامين بغداد امينه بغداد. جاي يرمون نفايات لوريات نفايات في منطقه النباعي. نعم. وسببت منطقتنا رياح كريهة وذباب. يعني دي يرمون النفايات بنص المنطقة مثل ما نقول أو بنص الحي أو داخل الحي. لا أستاذ عمر بالمقادة دي يذبوها المقادة هاي ما الحصر مقادة حكومية. نعم. وعلى أساس يتمروها يدفنوها ولحد الآن ما دافنينها وباقي مكشوفة بالجو. الله يكون بعونكم. شقد تبعد عنكم؟ تبعد عين تربى ما يقرأ 7 كيلوات 6 كيلوات. نعم. زين فالريح امانتها والله استاذ عمر بيتنا متروس الذباب متروس يعني ما لنا كرينا عيشتنا بهاي المنطقه. نعم. بسبب الذباب. نعم نتمنى بان توصل رسالتك ابو محمد لامينه بغداد ولامانه بغداد وتحياتنا لك ونشكر مشاركتك واتصالك ابو مصطفى من تل عفر. مساء الخير. السلام عليكم اخوي العزيز. عليكم السلام. تحيه خاصه قناه شرقيه استاذ سعد البزاز من جنوب الشمال والله يرحمه شهداء العراق. تحياتنا لك جميعا ان شاء الله. إيه؟ ابو مصطفى اخويا استاذ عمر ما طول لك 30 ثانيه. والله العظيم من 2003 للحكومه العراقيه يعني اسمعني يا استاذ زين من 2003 الى منطين احنا عراقي عن داب كل ذي تراب داب ما مصري ناس اي فقير ما باقي لا قطعة ارض لا سيارة لا تعينات ولا شيء بس كل واحد دور مفتحته. رسول الله عليه السلام قال فد يوم يجي 1400 سنة دينكم ديناركم نساكم قبلاكم كل واحد استاذ عمر تفكر بس دولارات ومرة يعني خلي واحد يقول طيب صراحة ابو مصطفى يعني مليارات أبو مصطفى مليارات دينار باقي اليوم اذا سمحت لي ميت من جوع ابو مصطفى اليوم يعني يوميا يجرب مليون ونص باكر عقبه باكر عقبه ابو مصطفى خلي يطلع وزير تجاره يعني مو مع الناس في طاقه صهمانيه 2019 رعايا راح 2016 رعايا القضاء بطاري كل واحد 5 ورقات 6 ورقات ابو مصطفى تسمعني يعني استاذ يعني والله العظيم العالم ميت من جوع بس نفط لهم نفط نفط استاذ والله العظيم بس نفط عراقي بس مع الحكومه العراقيه الشعب العراقي من جنوب الى الشمال ما حصل دينار بس مستمر بوك وخارج العراق بيروح اسف تركيا باريس المانيا ابو مصطفى شوف بيوتهم ابو مصطفى تسمعني ابو مصطفى احسن قصر مشتري العالم ميت أبو من مصطفى. جوع استاذ والله العظيم استاذ العالم ميت من جوع الله يكون بعونكم ابو مصطفى. ابو مصطفى تسمعني؟ للاسف انقطع الاتصال. ابو مصطفى من تل عفر نشكر مشاركتك واتصالك.
عندنا اتصال اخر من البصره. ابو زهراء مساء الخير. ابو زهراء مساء النور استاذ الله يحفظك. شكرا جزيلا طبعا على اتاحه الفرصه للتعبير عن ارائنا وعن قضيه الاقليم الذي مثلا هو حاليا مطروح على الساحه. فيما يخص الاقليم طبعا في البصره، طبعا احنا اولاد البصره ونعرف شنو حيثيات الامور اللي قاعد تحصل في البصره وقضيه الاقليم. طبعا الاجواء غير مهيئه تماما لوضع الاقليم هذا واحد. اثنين طيب. الاشخاص الذين قائمين حاليا على الاقليم هم اشخاص قد جربوا في هذه السنوات ال15 التي مضت واثبتوا فشلهم بحيث وصل الحال في الحكومه ارسل لنا اناس من خارج المحافظه لاداره الميزانيه لاداره الاموال. نعم ابو زهراء. اليوم مجلس المحافظه ماضي وكما اعلن في وقت سابق باعلان او تاسيس الاقليم، مثل ما استمعنا الى راي المواطنين البصريين وشاهدنا من خلال ايضا لقاءات من الشارع البصري اليوم بالتحديد، يعني هذه اللقاءات قبل ساعات اجريناها في محافظه البصره. اليوم المواطن يعني ما بين وبين، يعني اليوم اكو اللي يطمح بانه ياسس اقليم، بانه يغير الوجوه، بانه هو اللي يختار اشخاص من رحم المحافظة كفؤين قريبين من الشارع يقدمون شيء للمحافظة، والقسم الآخر يقول لك لا والله أنا أريد يبقى العراق واحد موحد ما يتقسم، شخص واحد هو اللي يحكمنا من الشمال للجنوب. شنو رأيك أنت؟ طبعا صحيح كلامك. نعم أبو زهراء للاسف انقطاع الاتصال. ابو زهراء نتمنى بان تعاودنا المشاركه والاتصال مره اخرى. ايضا يعني الموضوع مو بس فقط ما يخص البصره ولكن ايضا ذي قار وعدد من المحافظات العراقيه الاخرى في المحافظات الجنوبيه. ابو علي من الموصل مساء الخير. ابو علي نصلنا صوت التلفزيون. ابو علي ابو علي انا استاذ عمر. شلونك استاذ عمر؟ تحياتنا لك. اي استاذ عمر. استاذ عمر شلونك؟ تحياتنا لك ابو علي. الو ابو علي نصلنا صوت التلفزيون، اسمعني عن طريق الهاتف. ابو علي استاذ عمر انا عندي معتقل 2002 صار له سنتين. تمام بارك الله فيك. فهسه اي معامله اقدمها ما يمشونا اياها. زين ليش ما يمشوها؟ اي معامله ما يمشونا، لا جنسيه ولا غير. يابا احنا ما شنو علاقتنا بالموضوع؟ يقول مو بس انا يعني مئات او الاف، واحنا ناشدك انت وقناتك عشر غير وطنيه. نعم. ابو علي راسلنا على الصفحه. ابو علي راسلونا على الصفحه اذا كان حضرتك او المواطنين الاخرين حتى ان شاء الله نسلط الضوء على هذا الموضوع في الحلقات القادمه ان شاء الله. نشكر مشاركتك واتصالك ابو علي. خلونا نتابع هذا التقرير ومن بعدها نقول. الاول من نيسان 2019 صوت مجلس محافظه البصره على المضي باجراءات تحويل المحافظه الى اقليم، ولم تمضي الا ايام بعد ذلك حتى بدا مجلس محافظه ذي قار يشهد حراكا رسميا لتحويل المحافظه الى اقليم. مواطنو ذي قار يرون أن تجربة أقليم كردستان أثبتت نجاحاً بالحصول على المستحقات المالية واستطاعت المضي نحو تحقيق قفزة معمارية وخدمية وحل الكثير من مشاكل السكان لا سيما البطالة والسكن، وهذا ما يجب الإفادة منه وتطبيقه على واقع المحافظة التي تعاني من وضع غير جيد وعلى مختلف المستويات. نرى أن موضوع الأقاليم في جنوب هو صراحة اليوم له محل واسع، خصوصا وأن المنطقة الجنوبية تعاني الكثير من الإهمال ومن قبل الحكومة المركزية. اليوم أبناء جنوب يتمنون أن يصبحوا نفس المنطقة الشمالية بالإقليم، لكن هنالك كلام بأن هذا الإعلان يعتبر هو ورقة ضغط على مجلس النواب كي لا يتم تجميد مجالس
مجالس المحافظات، خصوصا وان هنالك قرار بتجميد مجالس المحافظات. اليوم نتمنى نحن ابناء الجنوب بان يكون هنالك اقليم يضم ثلاث محافظات هي البصره والناصريه والسماوه والعماره، واحنا صراحه فرحين بهذا القرار وداعمين جدا لهذا القرار حتى يكون هنالك حق ثابت لابناء الجنوب، هنالك حق ثابت لهذه المناطق التي عانت الكثير من الاهمال وفي الخدمات والصحيات وغيرها من الامور. برايي انا ضد هذا القانون او القرار في الاقاليم، تشكيل اقاليم في المنطقه الجنوبيه، والاسباب تتلخص بعده نقاط. النقطة الأولى أن ذي قار ليس حدودية ولا توجد لها منافع حدودية ولا امتيازات تتعامل بها مع الدول أو غيرها. مع ذلك هناك سبب آخر هو التناحر الذي سوف يحصل بين الأحزاب في المناصب والوزارات، وستنهك المحافظة في هذه المسألة. هناك أسباب أخرى أهم من هذه الأسباب، كون المخطط للتقسيم هو مخطط أمريكي يراد منه تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات صغيرة مسيطر عليها من دول الجوار وتستنزف اقتصادها بهذه الطريقة. ذي قار والبصرة كحال المحافظات العراقية الأخرى التي تعاني التهميش وعدم الاهتمام ونقص الخدمات وارتفاع معدلات البطالة وعدم الإنصاف من خلال الموازنات الاتحادية، ما يتطلب وقفة جادة من قبل حكومة المركز لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان. احنا كمواطنين من محافظة ذي قار، كأبناء مدينة الناصرية، ذي قار منكوبة، نتمنى أن يكون إقليم. الإقليم هو يعطي حقوق المحافظة. ذي قار لم تعمر وذي قار لم يعطى حقوقها من الحكومة المركزية خلال سقوط النظام، من سقوط النظام لحد الآن. نتمنى أن يكون الإقليم، أعتقد الإقليم ينطي للمحافظة حقوقها كباقي كإقليم كردستان. إقليم كردستان يتمتع بجميع الحقوق من الحكومة المركزية. نطالب أن يكون إقليم ذي قار تستحق، ذي قار ضحت، ذي قار قدمت الكثير للعراق. إذا تتكلم لي عن محافظة ذي قار، الإقليم ما يصب في مصلحة محافظة ذي قار، لأن محافظة ذي قار أول واحدة هي محافظة ليست حدودية وليست لديها موارد طبيعية أو تكون حدودية مع دول الجوار. لكن إذا كانت مع البصرة والعمارة أو ميسان جائز أكون بها فوائد لقضية الإقليم. لكن لو رجعنا إلى قضية الأقاليم، فالأقاليم هي ما هي إلا ضعف للدولة، كدولة تكون ضعف، أما أقاليم كمحافظات تكون فائدة أكثر حتى تكون القرارات اللي تصدر هي قرارات آنية في داخل الإقليم. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ايضا يعني من خلال التقرير اللي تابعناه قبل قليل وعرض قبل قليل، وايضا يعني اللقاءات لايضا الزميل من محافظه ذي قار غزوان الغزي، لكل مواطن يعني يشوف موضوع الاقليم او مشروع الاقليم من زاويه ما بين تقسيم، ما بين فائده، ما بين ورقه ضغط، لا ضغط على مجلس النواب على الحكومه المركزيه. ومن 2008 وقبلها ما بين فترة وفترة نسمع بالتلويح بمشروع الإقليم، هل نجحت هذه الورقة بتغيير واقع البصرة؟ أكيد كما هو مبين مثل ما نشوف الأحداث وأيضا واقع محافظة البصرة بأن هذه الورقة لم تنجح بتغيير واقع البصرة. البعض يراها حل والبعض الآخر يراها باب أيضا إلى المشاكل والأزمات قد يكون من الصعب احتواها. أخ عمر أو عمر من صلاح الدين، مساء الخير عمر. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. احنا نرفض يعني ان تكون اخواننا البصريين يعني يصدرون اقليم، واحنا اخوة يعني المفروض ان نبقى عراق واحد. نعم. يعني هو الشارع البصري اليوم ما راح ينفصل، راح ينقلون البصرة لغير دولة، يعني هم متمسكين يعني بأرض العراق بعراقيتهم بهويتهم، ولكن يقول لك بأنه أنا الظروف بأنه دفعتني والمشاكل واللامبالاة والتضحيات اليوم اللي قاعد يقدمها نتيجة الإهمال ونتيجة الفساد، بأنه يقول لك يعني وصل إلى مرحلة بأنه مدى يقدر يستمر
في ظل هذا الإهمال وفي ظل هذا الفساد. عندنا اتصال آخر. علي من بغداد، مساء الخير علي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. علي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، تعرفها مباشرة، تحياتنا لك. الله يبارك فيك، الله يحفظك. أستاذ عمر، بالنسبة عليك أريد أن أقول لك معاناة المقاولين العراقيين. نعم. سبق رئاسة الوزراء الموقرة بزمن السيد العبادي أطلقوا أنه يابا أطلقوا مستحقات المقاولين. نعم. وما تنفذ كل شيء، فأني عذرا أبدا أخليك إياها بباب طرفة خلي يسمعها المواطن العراقي. في يوم أكو شخص اسمه أبو عباس قالوا له يابا أنت تعزمنا نريد ناكل من زادك. قال متفضل يمي. بس قال من طبوا بالمضيف ماله، قال الابن عباس ابني قوم الزم الديج. فمن الصبح الى العصر عباس يركض ورا الديج يريد يلزمه حتى يذبحه حتى يوكل العالم اللي عزمها. فالي العالم رأسة بعباس لان مات من الركض. قالوا العمي بطلنا حتى الغدا ما نرجع. طيب. فاحنا هسه من زمن السيد العبادي نداعب مستحقاتنا، احنا ما قدرنا ترى مشاريع البلد كلها اللي يقول لك مقاول ما مرهوم ديته او من جيبه الخاص صرف، هذا يكذب عليك. يعني المقاول من يستلم مستحقاته تبقى امانات من مستحقاته عند الدوله. خليه يعرف الشارع العراقي انه المقاول العراقي المقاول الوحيد بنظم العالم كلها انه يصرف من جيبه حتى انا بعدين ينطو. هذه وحده. جينا على زمن السيد عادل عبد المهدي اطلق رئاسه الوزراء الموقره قبل 10 ايام كان قرار جدا لطيف يابا سددوا مستحقات المقاولين نشكرك اضافه الى انطوهم الامانات اللي ماخذيها من عندهم والضرائب اللي ماخذيها من عندهم حتى بالاعمال المنجزه قبل صدور القرار. يعني ما نريد نعطينا بس مستحقاتنا هسه اللي عليك الضرائب اللي خذتها من عندنا قبل 10 و15 سنه متنازلي لك عنها. زين. يا اخي ايش قد تقدر قيمه الضرائب؟ حال الضيم حاله. نعم. مشاريع اللي تنفذت بالمحافظات ترى تنفذت على حساب وعلى ظهر المقاول العراقي من شخصه. وهذا اذلال للاقتصاد العراقي بحد ذاته. نعم. للايدي العامله، انا اقول لك عصب الحياه العمود الفقري بالشارع العراقي هو المقاول. لان يشتغل ويا النجار، يشتغل ويا الحداد. نعم. راح يضطر يروح الى طبيب الاسنان، راح يضطر ينزل للسوق، راح يضطر قبل الاسواق المحليه راح تشتغل. زين، ذنب باقتراف المقاول العراقي شنو هو؟ ليش الشركات الاجنبيه من تجي تاخذ مستحقاتها وتاخذ قروض وتعفى من الضرائب؟ نعم. بالمناسبه. يعني نتمنى بان يتم التعامل مع الجميع وفق القانون بسواسيه. ولذلك قاموا الاستاذ شركه على حساب شركه ومقاول على حساب مقاول. شركات اجنبيه بلاجلس. نعم. ويشارك وياها ويعطيها ويخلينا احنا بالضيم. نعم. نتمنى بان تصل رسالتك اخ علي من بغداد كمقاول عراقي، يعني وصفت لنا الطريقه والوضع اليوم اللي يعاني منه. المقاول يعني يا اخي المواطن او المقاول يقول لك انه مر الفلوس اللي نطلبك اياها خلال 10 سنوات او التامينات او المبالغ الماليه المتراكمه ل 15 سنه انطونا حقنا فقط. عبيره من الناصريه، مساء الخير. عبير، مساء الخير عبير. مساء الأنوار، خير. السلام عليكم، شكرا جزيلا برنامجكم الرائع. طبعا استاذ، بس انا مخدة برنامجكم احضر اوجه رساله للدكتور ومجلس النواب. نعم. استاذ ينظر القانون العفو، احنا بالديوانيه محافظه الديوانيه نطلع من الناصريه للديوانيه. نعم. مظاهرات. نعم. وهذا اسبوعنا الثالث راح نطلع لحد الجاي ولا قناه حضر نطالب قانون العفو ولا واحد يسمعنا. بس الدكتور، شكرا جزيلا دكتور عقيل المرتوى ومفوضية حقوق الانسان توافقوا يعني. تمام. يعني احنا لغال نعاني خصوصا دعاور مدنيه اهل التنازل. نعم. يعني السجون متروسه ليش هيك؟ ليش ما احنا اكثر فئه بالمواطنين
ورغم طيب. أن هذه مستقلين أهل السجناء. نتمنى بأن تصل رسالتك، وبهذا الموضوع يعني إحنا فاتحين يعني متواصلين ويا المواطن من خلال الفيسبوك وتويتر، وأيضا في المرحلة القادمة إن شاء الله والأيام القادمة بإمكانكم يعني بعد ما يتم عرض أرقام الهواتف من خلال واتساب والفايبر حتى نكون على متواصلين ويا المواطن على مدار الوقت. في الختام تقبلوا تحياتي، تحيات كادر العمل، إلى اللقاء.